السلام عليكم لجميع المغاربة وجميع المصريين، وعلى رأسهم مولانا ملك المغرب. ونتمنى للجميع إن شاء الله تنتهي السنة 2020 وتبدأ سنة جديدة عليكم بالخير والبركة. أنا معكم شيف أبو أحمد في مطعم حلو مصر، ويشرفنا إن أنتوا تزورونا. وعندنا واحد مشكلة بس، إن إحنا غير الإقامات ديالنا، أنا الإقامة بتاعتي واخد موافقة من الوالي في تميرة في الرباط، ولغاية دابا مش عايزين يسلموها لي في مركز القنصلية في تميرة. وعندي 5 أطفال مسؤول عنهم، مسؤول عن أسرة، مراتي ما قدماش، وإحنا بنحاول إن إحنا نكون يعني، لأن إحنا بنحب المغاربة وإحنا جزء من المغاربة، ولادنا أصبحوا مغاربة. فكلنا يعني في مركب واحدة. فنتمنى للجميع التوفيق وإن شاء الله. تكلمنا عن المشكل بتاع إقفال المطعم. هو حكيت قفل المطعم 3 أسابيع. في بس ملحوظة، يا ريت إحنا ناخد حز المقاهي. المقهى، أنا لو صورت المقهى جنبنا، الناس جالسة في الشوارع في المقهى جالسين، الطبلة فيها 5 6. إحنا عندنا المطعم هنا بنجلس 1 أو 2 في الطبلة، وبين كل طبلة وطبلة تقريبا 3 متر، يعني قليل لما بيدخل واحد. ولكن لما بتيجي أسرة مثلا معاه زوجته وابنه وعايز يدخل، نقول له ممنوع. فبالطريقة هذه تقريبا أغلب الكلام مش، وإحنا الراجل هنا صاحب المطعم راجل مستثمر وجاي ياخد، يعني بيحب المغرب وجاي يفتح مشروع في المغرب. من ساعة لما جه هو عمال يخسر مسكين، يعني كانوا 13 شخص خدامين هنا، اضطر ان هو يخرج ناس، بقوا 3 خدامين على ود الخدمة هذه. نشكركم جميعا ونتمنى للجميع حظ موفق ان شاء الله. يعني انا في حدوته كده كبيرة، البداية من مكناس مش من الدار البيضاء، البداية من مكناس، بان انا اول واحد اجيب مكنة الكنافة في مدينة مكناس، وكنت بوزع على المدن كلها، وفتحت حلويات شرقي وبوزع برضو على المدن. والجديد بقى ان شاء الله بان احنا جينا هنا فتحنا في الدار البيضاء اول مطعم مصري لأكل المصري. طبعا الأكل المصري مش موجود في المغرب، واحنا جينا نفتح المطعم هنا، وبقالنا يعني دلوقتي داخلين في الشهر، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يا رب كده تشرفوني، وان شاء الله الاكل المصري يعجب الاخوه في المغرب مع الجاليه المصريه اللي هي موجوده. وان شاء الله كده يا رب دايما على الافراح. بس يعني انا عندي شكوى بسيطه، طبعا احنا بنتمثل مع اي قرارات للحكومه هنا في المغرب. النقطه هنا بان انا جنب مني كافيتريات وانا فاتح مطعم. الكافيتيريا للاسف الشديد فاتحه وفيها ناس بتخش تقعد جوه وكل حاجه، وانا كمطعم بيجي يقعد 2 ساعة او حاجه زي كده، وانا على العلم عندي بعد اجتماعي، يعني الترابيزات مش لازقه جنب بعض زي القهاوي، لا احنا غير كده. فللأسف الشديد المطاعم قفلوها، وبان انا بيجي لي جروبات سياحيه، يعني مثلا لما يجي ناس سياح وجايين يخشوا المطعم، فطبعا بتبقى عيب على الواحد بان هو يقول له لا ما تخشش، والمنظر بيبقى وحش. ليه؟ احنا المغرب، ما هي المغرب هي مصر، بنفرحهم يعني لما بيجي حد مغربي في المغرب هنا، اي حد اجنبي بيجي احنا بنبقى مبسوطين، لان احنا بنحب المغرب، ودي يعني دي في دمنا، المغرب في دمنا كمصريين يعني. فاحنا كنا عاوزين يعني القرار اللي هو نزل ده، يعني ده قرار يعتبر يعني تعسفي بالنسبه للمطاعم، لان انا كان عندي عماله غلابه مشيتهم. فانا ما ينفعش انا مثلا بقطع عيش ناس وهيروحوا يشتغلوا فين الناس دي، ناس غلابه. يعني كانوا قالوا لنا مثلا عدد الناس اللي بتخش عندك المطعم خليها 50% ونبقوا فاتحين. اما كده بدل انا نقطع، وبعدين انا يعني من ساعه القرار
بلاش الشغل خلاص، ريح الشغل، مش عارف يعني ادفع ايجارات منين، طب العمال اللي موجودين عندي ادفع لهم منين، نور وميه منين، كل ده يعني ما حدش بيساعد حد. فيا ريت اللي اتخذ القرار دوت يراجع في الموضوع ده تاني، عشان احنا في ضيوف جايين المغرب بنضيفهم، بناكلهم الاكل المصري، الاكل المغربي، كل الحاجات ديت يعني متوفره عندنا. فاحنا يعني عاوز اي حد يساعدني، يعني انا كمان حتى زيت نفسي معلش، يعني انا عندي المعمل في مكناس وموزع الكنافه لجميع المدن، وللاسف الشديد يعني انا في شكوى هيت انا برضو عشان كل اللي يبقى واخد باله منها، ديت بقى لي 3 سنين بقدم على الاقامه والورقه ديت، ولغايه دلوقتي اللاكارت لسه ما طلعليش. يعني انا عاوز اعرف يعني ايه السبب، ودي من ضمن الحاجات اللي الواحد بيزعل منها. فاللي انا هقوله ربنا يهدي كل من كان يا رب، واحنا عاوزين مصريين مع مغاربه يبقوا ايد واحده، واحنا طول عمرنا بنحب بعض، وان شاء الله تشرفوني في المطعم في الدار البيضاء هنا، وكل المصريين طبعا جم شرفوني، وفي اخوه من المغاربه فنانين ومنتجين جم شرفوني هنا، وطبعا بدعو كل واحد يجي يشرفني، وخفيفه عليكم وتقيله عليا انا، وكل سنه وانتم طيبين. احنا هنا في المطعم، مطعم وحلواني حلو مصر، عندنا حاجات كتيره، ان شاء الله تيجي تشرفوني، وربنا يا رب كده يديكم طولة العمر، وان شاء الله الايام الجايه في رمضان هنعملوا جو رمضاني هنا، هنعملوا خيمه رمضانيه وجو رمضاني هنا زي مصر بالظبط. وطبعا الاكل المصري انا عارف عزيز على الاخوه في المغرب هنا، وان شاء الله تجربوا معنا الاكل المصري، وان شاء الله هيعجبكم كتير. يعني عندنا حاجات كتيره هنا موجوده، وبنبعت طلبيات، وان شاء الله برضو تكونوا موجودين معانا، وتشيبوا يشرفوني على طول في المطعم. وانا يعني بشكر كل المغاربه اللي جم عندي هنا في المطعم، بشكرهم لان بقى عندي زبناء المغاربه اكتر من المصريين. وان شاء الله هنعمل جو رمضاني هنا، بس يا رب يزيع علينا كورونا كده وتمشي بعيد عننا، ونعمله الجو الرمضاني اللي هو زي مصر هنعمله هنا في المحل. وان شاء الله كلنا كده يا رب تيجي السنه الجايه تكون سعيده على المغرب ومصر والمسلمين اجمعين يا رب. وانا بشكركم، ويا رب كده يبعد عننا الشر اللي هو كورونا ده، يروح بعيد عننا في 60 داهيه، وتيجي السنه الجايه يا رب كده يبقى بألف خير. شكرا ان شاء الله. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.